تحتضن موضوع تحتضن الموضوع نحن مهم لنا كثير يعني يعنينا كثير بحكم على ان ارض الصحراء الغربيه هي ارض تشهد نزاع وهي يمارس عليها قمع يومي منذ الاجتياح المغربي لارض الصحراء الغربيه منذ 1975 ونفس الممارسه السياسه الاسرائيليه اللي انتهجها النظام الاسرائيلي ضد فلسطين هي نفس الاسلوب السياسي اللي انتهجها النظام المغربي ضد الصحراويين. اولا نبغي نعرف اسمي نحبوها الخليفي قادمه من الارض المحتله خصوصا مدينه العيون اللي هي عاصمه الارض المحتله هي المنطقه اللي تشهد بؤره من احتجاج الصحراويين اليومي اللي من خلالها يظهروا الصحراويين ويطالبوا بحقهم بتقرير المصير اللي تكفلوا لهم كل المواثيق الدوليه. وكذلك عضو في لجنة أمهات المختطفين الصحراويين 15 واللي من ضمنهم إخوتي الاثنين اللي شاءت الأقدار وعن كانوا إخوتي الاثنين يعني شاءت الأقدار على أن رغم أني منذ اجتياح النظام المغربي الأرض الصحراء الغربية لأني كنت منذ نشأتي لأني حبي عنه يوم الأيام على أن أرضي تستقل وعلى أن نعيش بحرية وكرامة كنت يعني حامل هم شعبي وحامل هم معاناتي بحكم على أن الشعب الصحراوي هو شعب مقسم لضفتين ضفة تعيش مخيمات اللاجئين الصحراويين في بيتندوف والجزء الآخر هو تحت الاحتلال والقمع طريق يومي. المهم أني عشت التجربة واللي هي تجربة عاشوها العديد من الصحراويين اللي هما كانوا ضحايا اختفاء القصري في أكدز ومقونة وعلى أن 2005 بعد انتفاضة ما يسمى بانتفاضة الاستقلال واللي هي انتفاضة شعبية لكل الصحراويين اللي انتفضوا ويطالبوا بتقرير المصير كانت حملة يعني كبيرة من الاعتقالات والاختطافات واللي كانوا خوتي بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية هم ضحية كذلك للاختطاف. إذا هون شاءت الأقدار على أني كنت كذلك أدرس وكنت حاصلة على دبلومين أولا دبلوم في تقني متخصص في الإعلاميات والتسيير والثاني كان دبلوم تخصص تجارة وشاءت الأقدار أني أتوقف عن الدراسة لكي أبحث مع الأمهات والأخوات لبحث عن مصير إخوتي الاثنين. هون هذا هو لوجو اللجنة ها هما المجموعة 15 وهاو إخوتي الاثنين هاو صور إخوتي الاثنين هادو مشاركات الإخوتي لأن أبي أحب الإشارة أن أبي هو ناشط نقابي في ملف فوسبوك راع اللي هو ملف يطلب حقوق المتقاعدين الفوسبوك راع بحكم أن أرض الصحراء الغربية هي أرض غنية بالفوسفات وغنية بثروات السمك وبالبترول ومع كامل الأسف شعب الصحراء الغربية هو شعب فقير غير متمتع بخيراته ومسلوبة منه. هذا كذلك أخي الأكبر المختطف وهو هذه أمي يعني في أمام ما يسمى بولاية العيون اللي هي إدارة تحت السيطرة المغربية وباتوا الأمهات 4 أيام هي كأسلوب للاحتجاج أمام إدارة الاحتلال المغربي للمطالبة بالكشف عن مصير أولادنا وأمي تحمل يعني صور إخوتي الأثنين وأمي الآن بسبب كثرة التفكير بأبنائها هي تعاني من أمراض مزمنة مرض السكري ومرض القلب. حاول كذلك نفس الشيء الأمهات اللي يحملوا صور أبنائهم يطالبوا هذه بنتي يعني أبوها اختطف وهي تحمل صورته كأسلوب من أجل تحسيس المنتظم الدولي وتحسيس الرأي العام وتحسيس كذلك السلطات المغربية إن كان عندها ضمير على أنها تطالب برجوع أبيها لها رغم أن أرض الصحراء الغربية منذ 1991 عندما تم توقيف وقف إطلاق النار هناك بعثة ما يسمى بالبعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مع كامل الأسف حتى الآن لم تمكن هذه البعثة من ما جاءت عليه من المهام الأساسية وهي تحقيق وتقرير مصير الشعب الصحراوي وحتى هي كذلك ممنوعة من مراقبة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. هذا يعني نحن
نحن بنعمل يعني مظاهرات رغم أن هنا قمع ويعني وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، امتنعوا من التظاهر السلمي وهذا كنا كذلك كل سنة نحن الآن مدة 11 سنة من اختطاف أبنائنا، وفي كل سنة نعمل يعني كل سنة نعمل نشاط نحسس به، وهو رسالة كذلك للسلطات المغربية على أنه رغم أن النظام المغربي يعمل على عامل الزمن إلا أن نحن ما زلنا مستمرين حتى ظهور الحقيقة وكشف مصير أبنائنا. هذه الصور يعني صورة لأحدى الذكريات السنوية اللي نعملها، هو كان إضراب عن الطعام للأمهات كأسلوب للاحتجاج بطريقة حضارية بأسلوبهم النضالي. هذا كذلك الأمهات اقتحامهم لمقر اجتماع الحزب المغربي، وهو كان يتكلم عن الحكم الذاتي لأرض الصحراء الغربية، وهو كان مباشرة بعد القمع اللي تعرضوا له الأمهات أمام ولاية العيون، واللي احتجوا أمام المنظمين ويندوا بالانتهاك اللي وقع لهم ويطالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم. هذا كذلك وزير سابق، صورة لوزير سابق، وهذو الأمهات يحتجوا أمامه اللي هو عباس الفاسي اللي هو رئيس حزب يسمى حزب الاستقلال، وكانوا يحتجوا الأمهات على القمع اللي هذا بعد الضرب في أثناء الوقفات اللي تنظمها لجنة أمهات المختطفين الصحراوي 15. هذه صورتي لما تم ضربي بعنف من طرف 15 جندي شرطي مغربي أثناء التنظيم الأول، ووقفة سلمية ينطالبوا بها بالكشف عن مصير أبنائنا. يعني تعرضت للضرب من جميع أنحاء الجسد على مستوى يعني الفخذين، يعني هناك قمع شديد. هذه أمي محاولة الدهسها بسيارة من طرف الشرطة. كذلك هذا فيديو لذكرى الأخيرة السنوية اللي نظمتها الأمهات الصحراويين. يحملوا فيها الأمهات صور المختطفين الصحراوي 15 مع كامل الأسف ليجي السلطات المغربية زي مدني، وها هي صورة سيارة الشرطة وتنزع منهم الصور بطريقة لا إنسانية، بما رعت كبر سن الأمهات ومعاناتهم وتفكيرهم، لأن أي وقفة ينظموها أو أي نشاط ننظمه هو بمعنى يعني نجد فيه الأمل، الأمل على رغبة اللقاء أو أن الدولة المغربية ترجع لجادة الصواب تكشف لنا عن فلذات أكبادنا. هذا باختصار معاناتنا، وما نعتبر معاناتي إلا هي جزء من ملف كبير وضخم لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، لأن هناك حالات كثيرة وألاف ألاف العائلات اللي هي كذلك تنتظر الكشف عن فلذات أكبادها، وتطلب من السلطات المغربية وما فيهم عائلات مجهول المصير عن مكان الرفات وعن جبر الذرن وعن الدولة المغربية على أنها ما تم تحمي المتورطين والمسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية من اختطاف واعتقال للصحراويين. معاناتنا يعني معاناة طويلة، هي معاناة شعب عانى أكثر من 41 سنة، يعني ما يمكن نختزلها في وقت ضيق، ولا يمكن أن نشير أن بصفتي امرأة أو بصفتي ناشطة حقوقية وكالكثير العديد من النشطاء لها، إلا أن المرأة الصحراوية يعني دورها فعال في المظاهرات السلمية، لكنها كذلك تعاني كذلك من القمع ومن يعني ما النظام المغربي والسلطات المغربية ما تفرق بين المرأة والرجل، يعني نفس المصير اللي يتعرض له الرجل كذلك المرأة الصحراوية تتعرض له، نضايقه في المطارات، نضايقه في الشوارع عند التظاهر السلمي، يعني ما عندنا حق تنقل، ما عندنا حق تعبير حر عن 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 رأينا، لكن شجاعة المرأة الصحراوية هي اللي تستمد منها طاقتها وتستمد منها قوتها، لأنها هي دراية على حقها وعلى أنها صاحبة قضية عادلة
كيف كذلك هو هو معرفة كل الصحراويين بعدالة قضيتهم، وعلى أن الحق ينتزع ولا يعطى، وعلى أن عندنا القدرة للاستمرار حتى نيل الحرية والاستقلال بإذن الله. وهو دورنا باش نحسوا بمعاناتنا ومعاناة شعبنا من خلال لقاء المنظمات الدولية اللي عاملة حق الحقوق الإنسان. ومن هذا المنبر ومن هذه الورشة نبغي نسلط الضوء ونطلب كذلك التضامن، ونطلب كذلك مساعدة الشعب الصحراوي، لأنه يعاني من انتهاكات جسيمة في ظل تعتيم إعلامي وعسكري مفروض على المنطقة. تعتبر منطقة الصحراء الغربية هي المنطقة اللي فيها أكثر تواجد لكل أشكال القوات المغربية، أكثر من مناطق المغربية بذاتها. وشكرا على استماعكم لنا، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة للمشاركة وإدلاء صوتنا والتعبير عن معاناتنا. ونبغي في الأخير نظهر لكم كذلك كختام فيديو كذلك عن بعض الوقفات اللي نظمناها كعائلات، اللي تعرضنا كذلك في الشارع الكبير، تعرضنا كذلك للقمع ونزع اللافتة اللي هي تحمل صورنا. احنا سلميين يعني نحمل صور نطالب بها بحقنا مع كامل الأسف تعامل. نبغي الإشارة على أن السلطات المغربية يعني تدخل علينا عن طريق الأمن اللي بزي رسمي، وكذلك حتى عن قواتهم اللي تلبس الزي الرسمي والزي المدني. وشكرا على الاستماع.